السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستشفى فريد مدرسة علوم وساينس. النهاردة إن شاء الله هنكمل ليسون 3 لرابعة ابتدائي. طبعا احنا خدنا في الفيديو اللي فات تعريف الاليمنت وان simplest form of the matter can't be analyzed، واتكلمنا عن الاليمنت واتكلمنا عن نوعينها الاثنين سواء الميتال او النون ميتال. وقلنا مثلا ان الميتال كان يعني موجود في صور كتير زي الجولد والسيلفر والكبر والألومنيوم، وكمان قلنا عليه ان هو الليكويد بتاعه كان ميركري. اما النون ميتال كان في سوليد وليكويد وجاز، السوليد كان زي الفوسفرس والسلفر والكربون، والليكويد كان البرومين، والجاز كان الاكسجين والنيتروجين. واتكلمنا كمان عن البروبيرتي الخاصه بالميتال والنون ميتال. الميتال قلنا شايني، good conductor of heat, good conductor of electricity, high melting point, malleable. وتكلمنا عن non-metal قلنا not shiny, bad conductor of electricity, bad conductor of heat, not malleable, low melting point. النهاردة ان شاء الله بقى هنتكلم على بعض الحاجات في give reason مهمة جدا، يا رب الفيديو يعجبكم. لما اجي اتكلم على جود كوندكتور اوف الكتريستي قلنا ان كل الميتال جود كوندكتور اوف الكتريستي، وكل النون ميتال ما بيوصلش او باد كوندكتور اوف الكتريستي اكسبت جرافيت. الجرافيت يا جماعه هو ده الجرافيت، بيبقى موجود في الباتري ديت، تمام، موجود في البوست بول او يعني بيستخدم في توصيل الكهرباء. فالجرافيت هو الوحيد في النون ميتال اللي جود كوندكتور اوف الكتريستي. الجرافيت او الكربون هو الوحيد اللي جود كوندكتور اوف الكتريستي. كل الميتال بقى زي مثلا لما نيجي نشوف هنا الكوين، لو انا وصلت فويل او كوين او هنا هتنور اللمبه اهو، يعني جود كوندكتور اوف الكتريستي الميتال. اما لما جيت استخدمت السلفر اللمبه ما نورتش لان هو باد كوندكتور اوف الكتريستي. الوحيد النون ميتال اللي جود كوندكتور اوف الكتريستي هو الكربون او الجرافيت. يبقى الميتال سواء كان الومنيوم او كبر او ايرون جود كوندكتور اوف الكتريستي. اما النون ميتال باد كوندكتور اوف الكتريستي اكسبت كربون او جرافيت، ده الوحيد اللي جود كوندكتور اوف الكتريستي. يجي لي جيف ريزون ليه الالكتريك واير بنعمله من ماده الكبر، ماده النحاس. هقول لان الالكتريك واير دوت معمول من ماده النحاس، هقول لان الكبر ده جود كوندكتور اوف الكتريستي. الكبر ده ميتال وجود كوندكتور اوف الكتريستي. طيب وي ماست ابروش نير تو الكتريك سورس، ليه ما اقدرش اقرب المسمار من مصدر الكهرباء؟ طبعا لان المسمار ده ميتال وجود كوندكتور اوف الكتريستي، يبقى هقول بيكوز نيل ميد اوف ايرون اند جود كوندكتور اوف الكتريستي. طبعا هتكهرب، يبقى لو جيت قربت المسمار من الكهرباء هتكهرب. ليه؟ لانه النيل دوت معمول من الايرون والايرون جود كوندكتور اوف الكتريستي. طبعا برضو لما جينا نتكلم عن الميتال احنا قلنا ان الميتال جود كوندكتور اوف هيت، بيوصل حراره كويس جدا. اما النون ميتال باد كوندكتور اوف هيت، تمام كده. يعني مثلا هنا السلفر بيتحول لكريستال، يعني مش بيسخن قوي، فبيكون درجه التوصيل للحراره بتاعته بتكون رديئه. اما الايرون لانه معمول من ماده ميتال فبيعتبر جود كوندكتور اوف هيت، تمام. وبرده اتكلمنا عن ان الميتال مثلا بتسيح، لان هي او ما بتسيحش بسهوله، بتقعد مده عشان تسيح لان هي هاي ميلتنج بوينت. اما النون ميتال بتسيح لان هي لو ميلتنج بوينت. يعني الايرون مهما حطه على النار ما بيسيحش لان هو هاي ميلتنج بوينت، اما السلفر بيعتبر لو ميلتنج بوينت. يبقى نقول تاني الايرون او ممكن نقول الكبر او ممكن نقول الالومنيوم بيعتبر هاي ميلتنج بوينت، عشان كده برضو انا بعمل الحلل من الالومنيوم لان هي هاي ميلتنج بوينت ما بيسيحش بسهوله. اما بقى السلفر والكربون والفوسفورس او النون ميتال بتعتبر لو ميلتنج بوينت، تمام. طيب لما اجي اسال كده ليه بنعمل الحلل بتاعتنا من الالومنيوم، هقول ان هي جود كوندكتور اوف هيت. طيب اجي اتكلم بقى وغير برضو ان هي هاي ميلتنج بوينت. طيب دلوقتي لما اجي اتكلم عن الميتال انا ممكن المسمار اتنيه، ممكن اشكله، ممكن اعمل الحديد اشكال والوان طبعا، لكن النون ميتال ما اقدرش اشكله، ما اقدرش ادق عليه واشكله. يبقى انا عندي الميتال كان بي بنت، بنت يا جماعه يعني ميلابول، بنت يعني اقدر اشكله. اما النون ميتال كان نوت بي بنت لان هو نون ميلابول. يبقى ليه الالومنيوم كان بي هامرد بات بيس اوف ذا كول كانت؟ هقول لان الالومنيوم دوت بيعتبر ميتال والميتال ايه؟ ميلابول. اما الكول نون ميتال فبيعتبر نوت ميلابول، تمام. يبقى لما اجي اتكلم تاني قلنا ان انا قلت ان الميتال كانت بتسخن بسهوله، ايه كانت بتسخن بسهوله؟ ان هي جود كوندكتور اوف هيت. اما النون ميتال باد كوندكتور اوف هيت، يعني شفنا هما مثلا في المثال
زي ما احنا شايفين الايرن هو اللي اعتى على ايرن بار سخن لدرجة ان الواكس اللي هنا ساح، الشمع هنا ساح، فيعتبر جود كوندكتور اوف هيت. نفس الشمع هنا حطيته، ولكن حطيت هنا عمود من الكربون مش عمود من الايرن، هنبص نلاقي ان الواكس مش هيسيح لان هو باد كوندكتور اوف هيت، بيوصل حراره سيئة. اتكلمنا برضو على ان الميتال هاي ميلتنج بوينت، يعني ما بتنصهرش بسهوله، درجه انصهارها عاليه، اما النون ميتال لو ميلتنج بوينت درجه انصهارها منخفضه. واتكلمنا برضو عن ان انا اقدر اشكل الميتال كلها، ما اقدرش اشكل النون ميتال، لان الميتال دي بتكون ميلابل او كان بي بنت، اما النون ميتال بتكون نوت ميلابل او كان نوت بي بنت. لما اجي اتكلم بقى عن اليوزس، استخدامات الميتال او استخدامات الميتال والنون ميتال، اول حاجه الايرن احنا بنستعمله في ايه؟ طبعا الايرن من ميتال فهو بيعتبر ميلابل، فممكن استخدمه في البيج في الكباري، ممكن استخدمه في الكار شاسيه في العربيات، ممكن استخدمه في الدور في البيبان، ممكن استخدمه في ستريت لامب اللي هي ستريت لايت اللي هي عواميد الاناره. يبقى الايرن بنستخدمه في اربع حاجات: بريدج، كار شاسيه، دور، ستريت لايت. طب اما بقى الالومنيوم بنستخدمه في ايه؟ بنستخدمه في الكوكينج بانس، في الحلل، في الفويل، ورق الفويل اللي احنا بنغطي بيه الاكل، والدور نوبس اللي هي الاوكر بتاعه الباب. يبقى الالومنيوم بنستعمله في الكوكينج بانس والفويل والدور نوبس. الكبر اللي هو النحاس بنستخدمه في الالكتريك واير وستاتيو وميتاليك كوين. الكتريك واير يعني في سلك الكهرباء، ستاتيو يعني في التماثيل، والميتاليك كوين في العملات المعدنية، لان الكبر برضو بيعتبر. ليه بستعمله في الكهرباء؟ هقول ان هو جود كوندكتور اوف هيت. طيب ليه بستعمل الكبر مثلا في صناعة الكوين؟ هقول ان هو ميلابل اقدر اشكله. طب ليه بنستعمل الالومنيوم في الكوكينج بانس في الحلل؟ هقول ان هي جود كوندكتور اوف هيت وهاي ميلتنج بوينت. طب ليه اقدر استخدمه في الفويل؟ هقول ان هو ميلابل اقدر اشكله، او في الدور نوبس لان هو ميلابل. طيب لما اجي اتكلم بقى عن الجولد والسيلفر، دول بنستعملهم في الجويلري، الجولد والسيلفر الذهب والفضه بنستعملهم في الجويلري في المجوهرات، هقول ان هي ميلابل اقدر اشكلهم براحتي. لما اجي اتكلم عن الكربون او الجرافيت، احنا قلنا بنستخدمه في صناعه البوزيتيف بول اوف ذا باتري، القطب الموجب من البطاريه، القطب الموجب من البطاريه، وده الوحيد اللي جود كوندكتور اوف هي جود كوندكتور اوف الكتريستي. في مين؟ في النون ميتال. يبقى ليه الكارشه سي والبريدج والحاجات دي بنعملها من ماده الايرن؟ هقول لان الايرن ميلابل، الايرن ايه؟ ميلابل او كان بي بنت اقدر اشكله. اما طبعا اي ماده تانية نون ميتال هقول كان نوت بي بنت. طب برضو عشان نبقى عارفين ليه بقى بعمل الحلل من الالومنيوم، هقول ان هي جود كوندكتور اوف هيت اند هاي ميلتنج بوينت. طب ليه بنستخدم الالومنيوم في الفويل بيبر؟ هقول ان هي ميلابل. ليه بنستخدم الكبر في الالكتريك واير؟ هقول ان هي جود كوندكتور اوف الكتريستي. وليه بنستخدمها في الميتاليك كوين؟ هقول ان هي ميلابل. طب ليه بنستخدم البولد والسيلفر في الجولري؟ هقول ان هي ميلابل او كان بي بنت. طب ليه بنستخدم الكربون في البوزيتيف بول اوف ذا باتري؟ هقول ان هي جود كوندكتور اوف الكتريستي. كده احنا كده خلصنا الدرس الثالث. يا رب يكون الفيديو عجبكم، واللي عجبه الفيديو يعمل لايك ويعمل سبسكرايب للقناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.